هاي يا سكرنا حين ورجعت لكم فيديو جديد. عنوان الفيديو لليوم راح نقرأ أسئلتكم لأنه في كثير سكرات جداد عنا باليوتيوب ومنورين كلكم. وقبل ما نبدأ الفيديو تحطونا لايك وشير وسبسكرايب وجنزي بيعسر كل شيء جديد وحسابنا تحت بالوصف. ويلا نبدأ بالفيديو. طبعا هذا الفيديو يمكن الألف اللي هو إنه نجاوب على أسئلتكم لأنه كثير سكرات جداد، فانه دائما بنسوي هيدي الفقره فعادي. بس انا هالمره قلت لهم يا روز بدي اسئله جديده، فانا اللي شفتها اسئله جديده فعشان هيك انا قررت نسوي ويون. يلا طيب السؤال الاول، شو عمرك يا روز؟ انا عمري 10 سنين. بلدك؟ سوريا. هوايتك المفضله؟ انا عايشه انا سوريه ومقيمه بالسعوديه. هوايتك المفضله؟ هوايتي المفضلة الرسم والسباحة. مو بطلعت الجديدة، مو هواية، هي هواية بس منا بتقني فيها هداك. طيب مش بدري شي اسمه بس المهم. لونك المفضل؟ لوني المفضل احمر. اكلتك المفضلة؟ ملوخية بس برا البيت باك شو؟ ماكدونالد. بحبك يا روز، متابعتك من الاردن. تحية لاهل الاردن ونحن كمان كتير منحب. شو هي طموحاتك؟ السؤال الثاني، شو هي طموحاتك يا روز بالحياة؟ كيف يعني؟ يعني انت شو حابة مثلا هيك تسوي بالمستقبل؟ اشياء بالمستقبل؟ ايه بالمستقبل انا حاسة انه بس يصير عمره مثلا 13-12 اخلي ماما تيجي تعطيني هو التصوير اللي انا اصوره وانا اللي اصور لكم الفيديوهات. ايوه وكل اشي يعني ماما يعني تصير خلاص معتمدة على نفس اليوتيوبرز. ايه روز بس يصير عمره 12. طيب مين اللي شجعك في بداية مسيرتك باليوتيوب؟ ماما. طبعا أنا شجعتني الحمد لله. طيب السؤال الثالث، شو أكتر مادة بتحبيها؟ مادة العلوم. على فكرة أغلب السكرات دايما بيقولوا لي كيف بتحبي العلوم؟ كيف يعني شكلهم ما بيحبوا العلوم؟ لأنه هن يعني كبار بس أنا رابع، فيمكن لما أكبر بس مستحيل لأنه العلوم مادة جميلة يعني بدي أصير دكتورة بالمستقبل يعني ما أحب العلوم إن شاء الله. طيب شو هي النوع الرياضة اللي بتحبيها؟ رياضة الزومبا. أيوة. ورياضة المشي، هذول الاثنين بس. طالعة على صف كم يا روز؟ ورياضة السباحة طالعة على صف خامس يعني طالعة صراحة صيفها. شو أكتر إشي بتحضريه بالجوال؟ جروب مروة عبد العزيز، عالم ميرا، خلودي. اكثر شخص قال لك اكثر شخص بتابعه هو الشورت. يلا الشورتات هذا فيديو قصير يعني. ايوه يطلع لي من كل المعنى. طيب السؤال اللي بعده، شو الهديه اللي انت بتتمني تجي لك يا روز؟ ايباد ايفون. غير الايباد. ايباد ايفون. قطه قطه قطه. شو اكثر اكله ما بتملي منها؟ الملوخيه. شو اكثر اشي بتعزمي امك فيه؟ ها سؤال ماما. انت شو انا ما بعرف يعني انا لسه معذبه صراحه. رز ما بتعذبني بسم الله عليا. طيب السؤال الثاني، عمرك جاوبنا، بلدك جاوبنا. طيب طبعا هي اسيل متابعتك من فلسطين، هي كثير كثير طبعا بتحبك. انا دائما بقرا اسيل، دائما بشوف اسيل. ايه يسعدك يسعدك يسعد قلبك يا اسيل. تحية لاهل فلسطين. طيب شو بتختاري اسم لو ما كان اسمك روز؟ خلينا نفكر. روز. روز مستحيل اغيره. فكرتي تعتزلي؟ ليش نحن بلشنا لحتى نفكر نعتزل؟ لسه بكير. روز فكرتي تسافري للجزائر؟ بصراحة روز في مخططات في بالك كتير اماكن تسافر عليها. اتعلم اللغة المغربية هي زي الجزائر هيك. احسن احبك بالزيف. كلماتها يعني تحسين هيك مره جميل. تسوي كليب للميت الف باذن الله ونحن مخططين له. نحن شوفوا مخططين نسوي كليب ونشودي بصوت روز بس ان شاء الله ايمت واي وقت وهذا نحن ما بنعرف بس ان شاء الله بعد الميت الف. طيب اموت فيكي روز وام روز، مستحيل نلاقي مثلكم يا احلى ام وبنتها بالدنيا، متابعتكم شيماء من الجزائر، احبكم كثر الكون والله ونحن كمان كثير كثير بنحبكم.
هوني ما في سؤال. فدوى والله أحلى بنوتة سورية. عراق ولا الكويت؟ ما أدري والله مين كاتب هالتعليق. مين عراق ولا طيب. الكويت؟ طيب السؤال اللي بعده، روز نزلتي على سوريا بالعطلات؟ خلونا نسافر أول إشي حلبة. أنا بقلكن روز ما سافرت سوريا أبداً. يعني نحن مواليد الرياض، مواليد السعودية، ما طلعنا من السعودية نهائياً. طبعاً نحن بلدنا شو؟ السعودية، نحن بنعشق. كنا سعوديين، من أولى بتكلم سعودي. أصلاً تعرفوا إني أنا بحكي إني أنا بعتبر نفسي إني سعودية، خلص من أهل السعودية. بحب السعود، مستحيل أطلع منها. طيب الصوت الثاني، صوت السؤال الثاني، ليش ما بتعملي على 100,000 فيديو كليب بصوتك؟ ان شاء الله رح نسوي، بس بدها تخطيط هيك، يعني هيك على ايوه الحاجات. روز رح تظهري ابوك بالقناة. هلا شوفوا بصراحة رحنا عم نقنعه بس هو رافض. المهم شو بيشتغل أبوك وهل بيشجعك؟ طبعا ما رح نقدر نقولكم شو بيشتغل البابا، طبعا هو مدير بشركة، بس شو هي الشركة ما رح نقولكم. أيوة. أبوك بيشجعك يا روز؟ إيه مثلا بقول، مثلا ماما بتقول لي فكرة بقول إيه حلوة هيك وزيد عليها هيك. أيوة يعني مثلا أنا بكون جالسة أنا وروز بقول لها يا روز يلا شو رأيك نصور هيدا الفيديو، بيكون أبوه جالس عم يسمع الفكرة، هو بيزيد علينا الاقتراحات، مثلا بيقلنا ايه هاي حلوة لو سويته هيك، هاي دي لا كنسلوها هيك، فأكيد أبوه بيدعمها وبيشجعها. طبعا نحن عارفين التعليقات كتير. مين أقرب شخص لروز؟ ماما. أنا هند من تركيا. واو أهل تركيا بنحبكم كتير، وأكيد حنلتقي بيوم وتيجي لعنا. بحبك يا أمورة وبحب أمك كتير يا روحي. أنا وأنا كمان كتير كتير بحبك. قليلا أنا كمان كتير أنا كمان كتير بحبك. بتعملي حفلة إذا وصلت 100,000 مشترك؟ أكيد أكيد رح نسوي حفلة ونجيب لها أيبان. ما شاء الله الثقة ما شاء الله. طيب انت واهلك فين عايشين؟ قلنا نحن السعوديين بالرياض. بتحب جروب مروه؟ اكيد نعشقهم كثير. طيب هي ما شاء الله هيدي حاطه اسئله كثير كثير. يلا بسم الله. مين الداعم الاول لإلك؟ ماما. بتحبي سكراتك؟ هذا سؤال اكيد، يعني قلت له ما لازم تسالوني. يعني بحبكم كلياتكم. أبوكي وين بيشتغل؟ إذا خصوصي آسفة لا تزعلي مني. لا هو عادي، هو مدير بشركة. ليش نور ما بتظهر بالقناة؟ طبعا هذا قراره وهي نحن بنحترم قراره. هي ما بتحب. أيوة ونحن بصراحة يعني كل يوم كل يومين بنقول لها يا نور رجعي. هي مساعدتنا يعني. بس هي بتساعد بتمنتج لنا، بتجيب لنا أفكار، بتحضر لنا الشغلات اللي بدنا نصورها. يعني حرام هي كتير كتير بتساعدنا بالقناة، يعني هي الداعم الخفي خلف القناة. يوم توصلي 100,000 مشترك ما رح تعطي لنا قلوب مثل بقية المشاهير. انه هي داعم بتقول يعني لما تصيري 100,000 مشترك ما رح تعطينا قلوب. لا طبعا رح نعطيكم قلوب ورح نرد عليكم ورح نسوي لكم اسئلة. طبعا اكتبوا لنا. شوفوا انا هنفكر انه اغير هيك هاي سكراتنا اغيرها. لا انا حابة هاي سكراتنا الحلوة. جيداء من السعودية كتير. تحية لأهل السعودية. نحن كتير منحبك يا جيداء. قولي بحبك يا جيداء وربي بحبك يا جيداء. الود تشوفك وتضمك بإذن الله يا ربي مع أحلاها. طيب ان شاء الله ان شاء الله رحنا بالسعودية رح نسوي بعدين هيك تجمع، اقلكم نحن وين رح نروح ونروح ونلتقي ونجتمع. شو رأيكم بأي مول؟ اوكي أي ان شاء الله. طيب هلا انه هوني السؤال، راح تكملي بجروب مروه عبد العزيز؟ طبعا احنا هلا انا بدي اتكلم. اللي ما بيعرف انه انا وروز بنتخانق مين بده يحكي على الكاميرا. استغفر الله، المفروض كل واحد فيديو خاص لإله. انا راح افتح قناه لحالي سكرات، اذا فتحت قناه لحالي بتدعموني؟ كم عمرك يا ماما؟ هاي كثير. طيب يلا تفضلي جاوبي. أنا مني بجروب مروة فقط مشاركة كمشاركة، يعني شاركت بفيديوهاتهم وهيك. أيوة
هلا هوني انا كمان في سؤال لانه رحنا هوني خلاص كل الاسئله هي طبعا مكرره، فانا هوني في سؤال كتير. ايوه هيدا هو، كيف عرفتي مروه او وين شفتيها وعرفتوها؟ طبعا نحنا طبعا هذا جزء من الاسئله اللي لا اوكي تفضلي يا روز. نحنا كان مسلسل عائلتي واحد. لا اول اشي كيف تعرفنا على مروه؟ كان في جلسه تصوير، طبعا هي تاخرت علينا كتير بس، وبعد يعني مدري كم ضلينا، بعدين اجت قالت اليوم، مدري هو يوم شو بس كان جلسة التصوير هذا اليوم. انا لا انا خليني بس احكي لهم البداية. طبعا انا اول اشي كنت فاتحة حساب لروز بالانستغرام بسوي لها جلسات تصوير. المهم تواصلت مع مروة عبد العزيز انه يا مروة بدنا نسوي جلسة تصوير لروز، قالت لي اوكي تم اتفقنا. المهم تخيلوا حجزت عندها اني اسوي تصوير. ايمت صار التصوير؟ بعد سنة كاملة. تخيلوا بعد سنة كاملة من الحجز صار التصوير. ولما اجى يوم الحجز شافت روز لا اول اشي جيت بدري كتير ونحن اللي تأخرنا. نعكس نعكست الادوار. فهي لما شافت روز احنا كتير حبيناها وهي كتير حبتنا. فبعدين تقريبا بعد يمكن 4 أو 5 شهور قرروا هني يسووا مسلسل عائلتي، فقالت لنا شو رأيكم تشارك روز؟ يلا شو رأيكم تشارك روز؟ وطبعا احنا وافقنا اكيد. وكان الجزء الخامس صح؟ الحلقة الخامسة والحلقة السادسة كمان. ايوة انه روز بتطلع بالحلقة الخامسة وبالحلقة السادسة. لا خلص عادي بس هيدا الفلاش. اوكي فكرت انه انطفى الفيديو. المهم وثالث مرة قابلت مروة كانت هني كان عندنا جلسة تصوير وانا عندي جلسة تصوير. ايوه بس سبحان الله كان بنفس كوفي الموقع، هني عندها المكانين كانوا ونحن عندنا مكان. يعني روز كان عندها جلسة تصوير مع مصممي، ومروة عبد العزيز هي وبناتها جروبة كانوا عندهم جلسة تصوير. احنا بنفس اليوم نادرة وجود وجودي وسبحان الله كان بنفس الكافيه واجتمعنا مع بعض وصورنا مع بعض. ورابع مرة اللي هي كليب التخرج. كليب التخرج كمان كلمتنا مروة انا بدي اسوي كليب بالتخرج، شو رأيك راز تشارك معنا؟ انا بدي ان شاء الله اتخرج من سنة عشان بدي اكون هيك انه بس تتخرجي خريجي. بس تتخرجي من الصف السادس. خلي ما اجيب لك رح اخلي شو كمله انه رح اخلي مروه تسوي لك حفله كليب حفله. طيب حفلي. كيف دخلتي اعمالها؟ طبعا جاوبناكي على اسئلتك، بتمنى تشوفي تعليقه وتجاوبي عليه. انا كثير ونحن كمان كثير حلوه. يا سكره يا سكره بحبك روز، متابعتك من سلطنه عمان ريماس. بحب عمان كثير. بنحبك كثير. شبس عمان حلو ما يجنن. ترى عشقنا نحن شبس عمان. روز حبيبة قلبي شو امنيتك المفضلة؟ امنيتي المفضلة ان نجيب لها قطة. لا امنيتين قطة وايباد هيك يجيب. والله يا روز بس اكثر اشي قطة. يا عمري شوفي يا روز اول ما وصلتي بتقلك اول ما وصلتي 90,000 كثير فرحت لك، عبال ما توصل المليون مشترك يا رب. بتمنى انك تطلعيني بس اسمها دينا من غزة. دينا من غزة تحية لأهل فلسطين وغزة ولكل العاصمات. اوه لك هيدا هوني سؤال روز، انت بتحبيني ولا لا؟ هي نور من السودان ومنحبك كتير وبحب اهل السودان. بتمنى لك التوفيق دايما يا احلى يوتيوبر حبيبة قلبي. هل مروة عبد العزيز صارت تدخل بنات على جروبة او مكتفية بالعدد؟ اكيد مروة مكتفية بس نحنا بندخل معاها مشاركة. هي مثلا مسوي عندها مسلسل، عندها حفلة، عندها كليب، فانه بتاخذ روز كمشاركة معاهم. روز حلو هذا السؤال، هل تعرضتي للتنمر بالمدرسة؟ يعني هل احد اجى تنمر عليك؟ يعني اكيد ما في اي انسان بس طبعا ماما وهيك الا ما يكون متعرض للتنمر. سامحنا من زمان في تنمر بالمدرسه، صار كلام صار هيك، بس روز ما شاء الله علي دائما يعني انه انا بقول لها تيجي تحكي لي شو ما بيصير معاها وحلينا الموضوع بين بعض وتفاهم وبس.
بشكل ودي صح ولا لا، بدون مشاكل. بس اهم شيء انكم تخبروا امكم باي شيء بيصير معاكم بالمدرسه. بحبك روز، هي جنى. جنى روز، ليش فتحت القناه؟ كنت تحت الكاميرا صح؟ لا هو هون السؤال، ليش فتحت القناه؟ لانه فتحت القناه لانه عشان سكرات موهبتي هيك انا صغيرة. روز من هي وصغيره كان من عمره 3 سنين كان بدها يعني افتح القناه، كانت تبكي يا الله في فيديو راح طلعه لهذا الفيديو انه بدي افتح قناه، بس انا ما اقتنعت غير لما صار عمره. ما راح اعطيك جوال لكل الفيديو هو هون بجوال، فما راح اعطيه الجوال عشان لا تعرف. قولي بحبك يا دانا. بحبك يا دانا. طيب روز 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 ام روز، عادي تقولين جودي اللي في جروب، جودي قويه هي اللي سالت. والله ما فهمت هيدا السؤال. شو بتقربي لجودي؟ عماد اللي بجروب مروه عبد العزيز. ما بقرب لاشياء، هي بجروب طبيعي زي جوجو. بس في شبه بينك وبينها. هن الفكره. روز كانت عم تتصفح على قناتك محتواك القديم وشافت بنت معاكي اسمها نور، مين هي؟ شو قصتها؟ هاي نور. طبعا هاي نور، هاي نور اللي هي اخته. هي صفه راح تصير ثالث متوسط، وهي يعني كانت معانا من قبل بس تركت التصوير وهيك. ما والله ما بنعرف. طيب شو لسه يا روز؟ شو لسه هلو، شو بتقرب لك ميرا من قناة عالمي؟ ميرا ما بنقرب لبعض، هي يوتيوبر، نحن يوتيوبر، أصدقاء دعمتنا بقناتنا. الله يسعد لي قلبها لميرا وأبو كريم وأم كريم، بنوجه لهم تحية كتير كبيرة إذا كانوا عم بيتابعوا الفيديو. طيب شو لسه طبعا الأسئلة كلياتها ما متكررة. آخر سؤال، هل أمك في المستقبل رح تطلع على اليوتيوب؟ مستحيل. لا وألف لا. لا ماما طبعا ما بتحب تظهر وجهها، ولا بابا على فكرة. أنا منقبة يعني، أنا منقبة محجبة ومنقبة المحجبة هلا بس إنه هيك لف الإشارة، بس أنا منقبة أوكي، فمستحيل أطلع بالقناة. وحتى لو طلعت بالقناة بالنقاب كل شيء. ونحن كتير بنحبكم. ما في سؤال أنا بدي أجاوب عليه. شو هو؟ خلاص نسيته. هيك كان فيديو. شو هو السؤال؟ ما بعرف. هو أغلب الأسئلة على فكرة مكررة. المهم يعني إحنا آسفين، فأنت قرأت التعليقات أول بعدين يعني فكرة بالتعليق ما حد خطر بباله. طيب الفيديو اللي بعد هذا رح يكون تحدي يوم كامل باللون لا ما بدي الازرق. الا ازرق. يلا اختاري ازرق ولا بنفسجي. انا بقول ازرق. ايوه أزرق. يلا الفيديو اللي بعد هذا اللي جاوبنا على اسئلتكم رح يكون هو اللون كامل باللون الازرق. واذا بدكم جولي لا بينتي مدري. المهم اذا بدكم جولي بجوالك اكتبوا لنا بالتعليقات. جولي بجوالك مثلاً. شو رايكم نسوي ردات فعلنا على فيديوهات القديمه روز؟ اوكي يس. وبس هيك كان فيديو. انا وكنت عم بحكي فصلت الكاميرا ما بعرف ليش، فانا شو كنت قاعده عم بحكي نسيت. المهم انا كثير بحبكم صح هلا تذكرت. المهم بدي اياكم تدعموا لنا الفيديوهات اللي نحن عم ننزلها لحد نوصل بسرعه على 100,000. يلا بسرعه يعني بدي اياكم تدعموا اي فيديو نحن بننزله سواء انا بلايك او تعليق، لانه هذا الشيء رح يفرق معانا كثير كثير كثير. ايوه واشتركوا بالقناه وفعلوا جرس التنبيه لانه نحن كثير بنحبكم. وبس هيك كان فيديو الناس، حطوا لنا لايك وشير وسبسكرايب لنا عشان كل شيء كلام سريع. المهم وبس هيك فيديو سلام فيديو نحن نصف بس سلام.